عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح برنامج. البرنامج ده الهدف منه ان انا اعمل مونتاج لفيديو قديم او لمجموعة من الصور انا عاوز ارتبها واعمل او اطلع منها فيديو ارفعه على اليوتيوب او استخدمه كبرزنتيشن لشغلي او لاي حاجة. في برنامج كويس جدا، برنامج اسمه موف اي في اي فيديو سيوت 2019. ده برنامج كامل ممكن تنزله على اي موقع من مواقع التورنت، ولو حد عاوزه ممكن ابعته له. برنامج بعمل سيت اب عادي زي اي برنامج، بخش على الكراك اخد الايقونه ديت، بعد ما بسطبه بعمل لها كوبي، وبعد كده بخش على الايقونه بتاعه البرنامج واعمل فايل اوبن فايل لوكيشن واعمل بيست، وهيقول لي شيل القديمه، هقول له شيل القديمه وحط الجديده. تمام. بعد كده افتح البرنامج. لما افتح البرنامج هيطلع لي المربع الحواري ده، فيه كذا حاجة ممكن تعدل على الفيديو او تعدل على صوت او صورة او داتا عندك، عاوز تنقل الحاجة ديت على اسطوانة او تعمل اسطوانة صوت، تمام، او تعمل اسطوانة هتعرضها على دي في دي او هتسجل حاجة معينة. فانا هستخدم الفيديو، هعمل ايديت للفيديو. البرنامج هيفتح معايا هيديني 5 ايقونات ناحية الشمال او 5 مربعات ناحية الشمال، كل مربع من دول ناحية الشمال دول ليه فايدة. يعني اول حاجة لو انا عاوز اضيف هنا فيديو او ايديو او فوتو اضيفها من ايه، من المنطقة دي. طيب تاني حاجة لو انا عايز اعمل تأثير، عايز اعمل افكت معين على الفيديو اللي عندي او على الصورة اللي عندي او على اي حاجة انا ايه هحطها. تالت حاجة لو أنا عايز أحط صورة جنب صورة وأعمل انتقال، أعمل إفكت من الصورة دي للصورة دي من خلال المربع ده، ولو عايز أكتب أي حاجة على الفيديو أكتبها من خلال المربع اللي هو مكتوب عليه تي. آخر حاجة لو عايز أحط إيموجن أو عايز أحط أي أيقونة على الفيديو بتاعي تبقى تديني حاجة مميزة للفيديو بتاعي هستخدمها من هنا. تعال نشوف لو إحنا عاوزين نضيف، هنضيف أول حاجة مثلا صورة هحطها كخلفية علشان اقدر ان انا انتج فيديو اعرضه، وناكل الصورة دي مثلا. طبعا انا هختار الوقت او التوقيت ان انا هعرضه فيها وليكن 10 ثواني. بعد كده انا عاوز الكتابة، اخش على تي هحط اي حاجة عندي هنا، ده شكل او ده شكل تاني اهوت، انا بفضل الشكل ده، هاجي عامله كده شده سحبه لتحت، لما اسحب لتحت انزله في تي مكان تي ده اللي هو التايتل اللي انت هتكتب ايه فيه. انا عن نفسي هاجي دايس عليه كده وهكتب اسم القناة بتاعتي اهو، تمام. بعد كده هاجي حاطط الصور اللي انا عايز احطها بقى، يعني الصورة اللي انا عايز احطها هبدأ ان انا اضيف الصور بتاعتي. وليكن مثلا انا هحط هرفع القرآن مثلا، اختار الصور اهو واقول اوبن. طيب عايز اضيف تأثير أو انتقال من صورة لصورة، هاجي عند الأيقونة دي واختار كده تمام وأبدأ أشغل أهو. يبدأ يعمل لي تأثير. طب عايز أضيف صوت، أقول له أد فايل وأحط أي مقطع صوتي وليكن ده مثلا. طبعا مقطع الصوت ده طويل فانا حاطه للغرض بس ايه ان تشوف. طبعا ده هيديني الفيديو هيبقى بالشكل ده. يعني انا لو وطيت الصوت شوية
دلوقتي هنشوف ازاي لو عاوزين نضيف تأثير، نعمل تأثير او افكت على المشروع او البروجكت اللي انا عملته. طيب انا دلوقتي قلت لو عايز اضيف اعمل هنا افكت من صورة لصورة، طبعا هضيف صورة كمان او اكتر من صورة. تمام، وعاوز بقى ايه اكتب على الصورة دي، عايز اوصل معلومة معينة، فهخش على تي مثلا واكتب من هنا. عندي بقى هنا كذا اختيار، ممكن بيزك، ممكن هو بيوريك الشكل قبل ما ترفعه. عايز مثلا اكتب هنا رجاء مثلا اشتراك مثلا كده، طبعا هاجي ساحب ديت كده وانا اسحبها في تايتل تي واكتب اللي انا عاوزه كده هنا بقى. بليز سبسكرايب، طبعا هنا الفونت كبير فهبدأ اصغره. خش من هنا من تي ابدا ايه اصغره. تمام، ممكن اعلي ده شوية لو عايز اعلي بقى هنا تحت كده. تعال نرجع بقى كده ونشوف. طب لو عايز اغير الفونت يعني ادوس عليه تاني اهو، اغير اللون، ادوس هنا على العلامة ديت واغير اللون براحتي اهو. نفس القصة. ده بقى لو عاوز تضيف معلومة في الفيديو. طيب لو عايز تحط ايموجن تسحب كده وتضيف ايموجي كده، ممكن تكبر هنا تزود مدة الصورة في العرض بتاعها. وهكذا. ده برنامج بسيط وسهل ازاي تقدر تعمل بيه